صلى الله عليه وسلم وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر والد الشهيد أحمد فرحان على إقامة هذه الفاتحة على روح الشهيد، وهنيئا لعائلة الشهيد أحمد فرحان اللي الله اختار إنه يكون فعلا شهيد. ونحن كلنا نتمنى أن نفدي أرواحها وأن نفدي ما نملكه في هذه الدنيا من أجل وطننا، وطننا الغالي وشعبنا الأبيض. وأتمنى أيضا لآباء الشهداء اللي قدموا أولادهم وقدموا أعز الناس إليهم من أجل الوطن ومن أجل هذا الشعب، وهنيئا لهؤلاء الآباء وأيضا الأمهات